انا راني فيها ياك. سبحان الله. كاين اخ سليمان جيروم ام شافوه الموسم اللي فات في قصتي مع الاسلام معايا في العمره، ديتو عمره الله يبارك. نعم. ربي يتقبل. امين امين. وصار داعيه من الدعاة الان. الله يبارك. ايه سبحان الله. واعتنق الاسلام على يديه واحد زميل تاعو راح نشوفوه في هذا الموسم هذا. نعم الله. هو اللي نطقلو الشهادتين وهو اللي دعاه للاسلام وهو انا عاونته وساندته الا بالكتب باللغه فقط، وانما الباقي هو اللي قام به كامل. اخونا سليمان اللي نسلموا عليه ونتحوه السلام. اي نعم باسكو راهو راح من الجزائر. نعم غادر الجزائر خلاص. راهو في بلد اخر ان شاء الله، راهو في مصر الان. بعتوه يخدم تما في مصر. ربي يوفقه. اي نعم. ولما راح قال لي راني فرحان في حاجه الشيخ. قلت له شنو هي؟ قال لي المقر وين يسكن قدام مسجد. ما شاء الله. قلت له الحمد لله. الحمد لله. المهم اعتنق الاسلام على يده واحد زميل تاعو، زميله اعتنق الاسلام فرحان عيط لي قال لي شيخ الحمد لله وكذا وكذا وكذا. قلت بشرى 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 بشرى. الله يبارك. هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك. نعم عودا تلاقينا. قال لي والله يعني حبيت نهضر معك في واحد الموضوع. قلت له تفضل سليمان. علما انه درك سليمان عنده تقريبا عامين من اللي اعتنق الاسلام، يعني تقريبا عامين من اللي اعتنق الاسلام. اوكي. قلت له تفضل سليمان وشنو هو؟ قال لي راني مفاجئ، راني مخلوع، راني مشوكي. من ماش؟ قال لي من بعض الناس. خير؟ قلت له خير واش كاين؟ قال لي لما اعتنق الاسلام زميلنا هذاك قال لي رحت انا نبشر الشباب. قال لي يا جماعه راهو اعتنق الاسلام اعتنق الاسلام اعتنق الاسلام. قال لي كاين واحد الرد، بعضهم ردوا عليا قالوا لي واش عن بالك الاسلام هذا رديتوه من هبه ودبه يدخل في الاسلام؟ لا حول ولا قوة. رديتوه لعبه. نعم انا اغتنم هذه الفرصه هذه باش نهضر عليها. نعم سبحان الله. واللي يشوف البرنامج وقال الكلام هذا ان شاء الله ربي يهديه ويراجع نفسه. يعني احنا ماشي من باب ان نورو بالاصبع الناس، وانا الانسان باش يراجع نفسه باسكو رانا نهضروا على سيره النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والناس اعتنقت الاسلام باخلاقه فقط وبمعاملته مع الناس. يا سبحان الله. نعم ووصلنا على الاخلاق والمعامله. كيفاش حنايا يعني كاين بعضهم يقولوا هذا الاسلام هذا من هب ودب يعتنق الاسلام؟ انا نجاوبكم نعم الاسلام للجميع. بارك الله فيك. نحن من وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. بارك الله فيك. احنا شكون للعالمين؟ ما قاش للعرب ولا المسلمين ولا الفلاح. الله يبشرك والله يجزيك خير شيخ. للعالمين يعني احنا شكون باش نحبسوا الناس نقولوا لهم استناتوا نديروا لك سيليكسيون انت يا لازم تدخل وانت ماشي ما تدخلش في الاسلام. احنا شكون شيخ؟ نعم نعم احنا شكون؟ يا سبحان الله. كمل شيخ تفضل. انا اغتنمت هذه الفرصه هذه الا يعني على الاخلاق والمعامله وتبليغ الرساله. نعم نقول لك الناس هي كي تشوفوا الاصل ان الدين عند الله الاسلام، هذا الدين تاع ربي ما هو تحت واحد، وباب التوبه مفتوح لكل انسان. باب التوبه مفتوح والانسان حتى كي يكون كما قلت لك على عقيده تاع يهود ولا بارك الله وجاي يدخل في الاسلام، علاش ما نرحبش به؟ النبي عليه الصلاه والسلام وش قال في الحديث تاعه؟ بارك الله فيك. من اتبعني ايوه من اطاعني فقد دخل الجنه. من اتبعني واطاعني فقد دخل الجنه. بارك الله. الناس هذو جاوا باش يدخلوا الجنه. سبحان الله. شكون انت باش تحرمه من هذا الباب هذا؟ واو قدوتنا احنا نهضروا عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول كان يمشي في مكه يمشي ويقول لقوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. الحمد لله. احنا ننقذ الناس كما قلت لك. انسان ينقذ نفسه يحاول كيفاش يخرج الناس من الظلمات الى النور. ربي يوفقنا لما فيه الخير والصلاح ان شاء الله. امين امين امين. ولكن الله مستعان. بارك الله فيك. الله مستعان. الله بارك الله. المهم احنا على بالنا باللي كاينين بزاف اللي راهم بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبطريقته الدعويه كيفاش كان يدير الا باخلاقه. صلى الله عليه وسلم. اعتنقوا الاسلام. والناس راهي دير كما هو وحنا كدعاة ايضا رانا نحاولوا ان شاء الله نديروا نبلغوا الرساله ان شاء الله. وراهم احنا في المجلس هذا راهو عندنا كتابها سيره النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله مرات عليه وسلم. مرات نراجعوا الدروس نحكموا الكتاب شيخ. نعاودوا نراجعوا الدروس ونشوفوا وكذا وكذا. الحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ونعطي لكم موعد في الحصه القادمه ان شاء الله. الله ستكون الحلقه الثالثه باذن الله. ربي يقدرنا لما فيه الخير والصلاح ان شاء الله. بارك الله فيك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ان شاء الله. وعليكم السلام. السلام عليكم مشكورين. السلام ورحمه الله.